آلاف الأفلام الوثائقية لا تكفي للوقوف على قصص المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية في العراق، فلا يزال ملفهم الشائك يعد من أوضح معالم غياب العدالة والقانون في حكم العراق الجديد. أهالي المعتقلين المعتصمون في بغداد يروون كيف تم اعتقال أبنائهم دون وجه حق وعدم إطلاق سراحهم رغم الأدلة على براءتهم. أنا والد إبراهيم علي إبراهيم اللي انحكم ظلم تهمة 4 إرهاب، انحكم على أساس سيارة مفخخة، انفجر سيارة مفخخة، والسيارة ورا 3 سنوات ورا 3 سنوات موجودة ولقوها بالشارع وصاحبها بايعها ومسقطتها على سيارته ورا 3 سنوات من الحادث. هذا الحكي بال 2010، والاغرب من هذا اللي جاب ابني وهسه موقوف وياه وهم محكوم اعدام. وفي قضاء الحكومات المتعاقبة لا ينجو المرضى النفسيون ايضا من الاحكام الجائرة التي لا تتناسب مع المنطق فضلا عن العدل. أنا أخوي مريض، راجعنا بمدينة الطب، راجعنا بابن الرشد، إنسان مريض نفسياً، يشرب حبوب، سووه كريستال، سووه تاجر، وهو كل شيء ماكو هاي أوراقه، حتى ما يحترفون بأوراقه مال الدكتور، ليش؟ مو حرام؟ هو أصلاً مريض، وعندنا أوراق وتثبت، أعطونا العفو العام، خلوا الناس تمشي، والله العظيم كروة ما عندهم، مسوينا على التجارة 28، ليش مو حرام؟ وأوراقه موجودة وثبوتياته موجودة، ومراجعين بمدينة الطب وابن الرشد. زين، ومن الكتل قال ايه، من الكتل صعد للقاضي قال ايه، وهو هسه يريد يصعدون للجنايات. وما اقسى الفاجعه عندما يجد الاب المكلوم كل ابنائه معتقلين بتهم كيديه. 4 معتقلين شالوهم الشعب الوحده الشر، ونتيجه تعذيب واعرف الضباط عذبوهم بالشعبه الخامسه بالكاظميه، يعني يطشون عليهم مي وشادهم على الشاديه، وهاي وواحد انطوه 3 فراجات، هذا القاضي من قالوا للموصل. ابني اخذوه حكمه بالاعدام، والله لا علي مشتكي وعنده شهود، ومن مكان عمله راح مجابوه، وهو راح جابه يقول لك انا اشهد له حلف بكلام الله اني جبته من مكان عمله، وعندي واحد مفقود لحد الان ما اعرفه وين ما وين. احنا مظلومات، ولدنا راح، وليش؟ ليش يعني صار 7 اشهر؟ تاجي والله الباحث صار فيها بشرتهم، والله يقتلونهم ليش؟ قصص مآس لا تنتهي، وتفجع طويل، واكباد حره تبحث عن عدل يبردها. انا اللي ظلمت اولادي.